من لندن ينضم إلي دكتور مصطفى البازرجان الخبير الاقتصادي. مرحبا فيك دكتور. يعني يبدو أننا بدأنا نصطدم بعثرات ما بعد الخروج، ما بعد بريكزيت، وأيرلندا تعترض، أيرلندا الشمالية اليوم، فهل هي باتت ضحية لهذا الخروج برأيك؟ طبعا لا ننسى انه انتهاء عمليه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي جاءت على عجله من اجل التوصل لاتفاق قبل انتهاء الفتره او المده المحدده، وكان على حساب ذلك انه كما ذكرتم في تقرير مفصل عرضتموه قبل دقائق، كان هناك يعني لابد من وجود يعني نقاط جمركيه بين دول الاتحاد الاوروبي وبين بريطانيا. بريطانيا تتكون من ويلز واسكتلندا وانجلترا وايرلندا الشماليه، ولكن من اجل عدم عرقله اتفاق السلام في ايرلندا بين ايرلندا الشماليه وجمهوريه ايرلندا، تم اقتراح ان تكون هذه الفحوصات الجمركيه قبل دخول البضائع، ولكن هذا اثر على ايرلندا الشماليه ذاتها، اسواق ايرلندا التي هي جزء من لا تزال هي جزء من بريطانيا، ولذلك شهدنا هناك ضغط سياسي من سياسيي ايرلندا الشماليه القريبين من رئيس الوزراء، الضغط عليه من اجل تغيير هذا الاتفاق، وهذا لن يكن بالسهل. لماذا؟ لانه كان يعني رئيس الوزراء البريطاني وهو الان رئيس مجموعه السبع، وهذه اول قمه حضوريه بعد يعني عام كورونا، يتمنى انه لن تطرح هذه المشكله، ولكن يظهر انه ليس في قمه السبع ايضا، ولكن حتى في المحادثات الثنائيه ستكون هذه النقطه مهمه وسيطرحها الرئيس الامريكي بايدن مع رئيس الوزراء. لماذا؟ لانه نائب المفوضيه الاوروبيه دكتور قبل قليل حذر بريطانيا من التصرف بشكل احادي بهذا الشان. صحيح، ويعني بريطانيا في وضع لا تحسد عليه. لماذا؟ الولايات المتحدة ومن بعد قمة السبع سيكون هناك تفعيل لتقارب تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا يأتي بعد المشكلات التي أثارها الرئيس الأمريكي السابق، هذه نقطة. النقطة الثانية، بريطانيا تعول على فتح مباحثات من أجل اتفاق تجاري للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فإن عرقلت هذه النقطة هذه المباحثات سيكون الثمن باهظا لبريطانيا في هذا الوقت بالذات. دكتور، من يتحمل مسؤولية، يعني اليوم هناك اتهامات للطرفين، لكن من يتحمل مسؤولية هذه البيروقراطية إن صح التعبير التي تحدث الآن في أيرلندا الشمالية؟ دعيني أوضح نقطة، إنها ليست بيروقراطية بصراحة، هي تشريعات الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه ولحد اليوم. بريطانيا تعرف بها، وبريطانيا كانت تحاول جاهدة إزاحتها من طاولة النقاش وأجلت النقاش فيه، ولكن اليوم هي مشكلة، هي تواجه سياسيي إيرلندا، تضع الضغوط على رئيس الوزراء الذي عول على هؤلاء السياسيين من أجل تمرير اتفاق بريكسيت، وهذه النقطة الأساسية التي يمكن أنه تكون هي معرقل لأي تطوير لاتفاقات تجارية سواء بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أو بين بريطانيا والولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك من لندن دكتور مصطفى البازركان الخبير الاقتصادي.